أثبتت انتخابات مجلس الشيوخ مدى وعي المصريين وحرصهم على استكمال مسيرة الإصلاح ودعم استقرار الوطن. ظهر ذلك جليا من خلال الحرص على المشاركة الفعالة من جميع الفئات. كان المشهد الأبرز في انتخابات مجلس الشيوخ هو حشود السيدات والشباب أمام اللجان الانتخابية في مناطق القاهرة والجيزة، حيث ظهر حرصهم على التواجد والمشاركة منذ الساعات الأولى من بدء الانتخابات، وهو ما يظهر الحجم الكبير من المشاركة المجتمعية في الانتخابات، وذلك وسط الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم عليها الدولة لحماية المواطنين وأيضا إجراءات أمنية مشددة. الأستاذ عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، معنا الآن عبر الهاتف. أستاذ عمرو، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني هذه المشاهد اللي احنا شفناها وتابعناها، إزاي حضرتك بتقرأها؟ بتقرأها في أي إطار من المشاركة المجتمعية؟ سواء كان يعني نسب من الشباب أو من المرأة طبعا والسيدات، أو حتى من كبار السن اللي شفناهم. طيب اسمحي لي طبعا أوجه تهنئة للشعب المصري العظيم على يعني المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ اللي شهدت في تصويتها أعلى نسبة في تاريخ مصر في انتخاب مجالس مشابهة زي مجلس الشورى، ويمكن ده بيعكس حالة من الوعي الكبيرة جدا لدى المجتمع المصري وفئات كبيرة جدا من المجتمع وجهها على مقدمتها. ودي طبعا يعني برضو من الحاجات الملفتة جدا، يعني الشباب والمرأة وذوي الإعاقة وكبار السن. اعتقد دي كانت مشاركه فعاله، مشاركه ايجابيه، ساهم في المشاركه الايجابيه دي طبعا اتباع الدوله المصريه للاجراءات الاحترازيه اللي اعلنت عنها الهيئه الوطنيه للانتخابات بضروره يعني اتباع الاجراءات الاحترازيه الخاصه بمواجهه يعني فيروس كورونا، وطبعا اتباع تعليمات التباعد بين الناخبين. فكان في رسائل كثيره جدا موجهه من الدوله المصريه لفئات المجتمع المصري على تأمين وأمان العملية الانتخابية. يمكن ده ساهم برضو في المشاركة الفعالة. برضو أمر مهم جدا إن في حالة من الثقة إحنا لمسناها طبعا من خلال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومتابعتنا للعملية الانتخابية لدى فئات المجتمع، بيجي على رأس الشباب. يمكن إحنا شفنا يعني حضراتكم عرضتوا دلوقتي بعض الصور لوجود يعني شباب موجودين في اللجان وبيصوتوا وبيدلوا بصوتهم وبيستخدموا حقهم في اختيار نوابهم فيما يخص مجلس الشيوخ. فبالتالي احنا قدام حاله يعني حاله متميزه جدا، نتيجه اعتقد ان هي نتيجه مرضيه على المستوى السياسي وعلى المستوى الشعبي، ان احنا بنشوف يعني الشباب وبنشوف المراه طبعا، وتحيه تقدير للمراه ان هي شاركت برضه بفعلها وكعادتها في هذا الاستحقاق الانتخابي. فبالتالي احنا امام حاله يعني متميزه، حاله احنا بنسعد فيها ونتمنى ان شاء الله ان ده يمتد لانتخابات الاعاده، ثم يمتد بعد ذلك للاستحقاقات الانتخابيه اللي جايه المهمه برضه زي مجلس النواب والمحليات. طيب جميل قوي يا استاذ عمرو انه حضرتك ذكرت الرسائل في الداخل، الرسائل اللي بعتتها الدوله لفئات المجتمع المختلفه، وايضا الرسائل اللي بعتها هؤلاء الشباب بالمشاركه. هل هناك رسائل ايضا للخارج من خلال انتظام العمليه الانتخابيه ومن خلال هذه النسبه من المشاركه؟ طبعا ما فيش شك، يعني اولى هذه الرسائل هي رسائل الى المجتمع الدولي باستقرار الدوله المصريه، وإن النهارده لما الدولة المصرية بتريد أن تنفذ استحقاقات انتخابية يشارك فيها المجتمع المصري فبيتم تأمينها على مستوى عالي. ويمكن إحنا سمعنا وشاهدنا على انتخابات في أو إجراءات انتخابية على مستوى العالم ما تمتش بهذا الشكل النموذجي. نعم. فبالتالي دي أول رسالة. ثاني رسالة يعني دي رسالة من الدولة المصرية والمجتمع متحدين مع بعضهم تجاه القوى الظلامية والتيارات المتشددة والتيارات الإرهابية والدول الداعمة ليها. إن الدولة المصرية دولة مستقرة، إن الدولة المصرية صاحبة قرار، إن الدولة المصرية معتمدة، وده مهم جدا إن احنا نقول الكلام ده لأنه ساعات بيصار بره إن الدولة ومؤسساتها منفصلة عن الشعب. لا، النهارده احنا بنشهد وده مهم جدا إن احنا نركز عليه. نسبة التصويت في المرحلة الأولى هي النسبة الأعلى في تاريخ مصر فيما يخص يعني المجالس المماثلة. نعم. فبالتالي احنا كل ما هتزيد العمليه الديمقراطيه، كل ما هيبقى فيه يعني انتخابات وعرس ديمقراطي احنا بنواجهه، بيبقى قصاده الناحيه الثانيه طبعا محاولات تشويه كبيره. فاحنا
النهارده بمرور المرحله الاولى قدرنا ان احنا نوجه الرساله الاهم للدول الداعمه للارهاب، ان مهما وصل دعمهم للجماعات المتطرفه مش هيستطيعوا ان هم يعني ينالوا من حق مصر في اقرار حق مصر والمصريين والشعب المصري. حط خط تحت الشعب المصري، مهم جدا ان احنا نقول للناس ان الشعب هو اللي بيقرر وان الشعب استجاب للدوله المصريه ومؤسساتها عندما نادت الشعب ان هو ينزل عشان يمارس حقه في الاستحقاق الدستوري والانتخابي. ان مهما بلغ دعمهم لهذه الجماعات مش هيقدروا ان هم ينالوا من حق الشعب المصري في تقرير مصيره. طب ده هينعكس معانا على ايه؟ مهم جدا ان احنا نقول ان اقرار مجلس الشيوخ ومن ضمن صلاحياته يعني مراجعه الاتفاقيات الدوليه ومعاهدات الصلح، ده معناه ان احنا هنسرع من اجراءات اعتماد الاتفاقيات الدوليه اللي بتقرها مصر للحفاظ على حقوقها، سواء الحفاظ على مقدراتها او الحفاظ على يعني ثرواتها او حتى كمان رسائل الجهه الاخرى اللي بتحاول ان تنال من يعني حق المصريين وحقهم التاريخي في مياه، حقهم التاريخي في ان هم يعيشوا في دوله مستقره محافظه على حدودها اللي احنا بنشوف دلوقتي حدود مهدده من اتجاهات عديده. نعم. وبنشوف برضه تحركات مهمه من الدوله المصريه تدعم طيب. حقها يعني حقوقها. استاذ عمرو، الحقيقه انه دايما لما بيكون في استحقاق ديمقراطي بيكون في دراسه متانيه للفتره اللي بتسبق هذه الانتخابات او هذا الاستحقاق، بمعنى انه ايه اللي خلانا نشوف هذا المشهد. عايز اسال حضرتك في هذه الجزئيه، الشباب بدرجه كبيره في الفتره السابقه حضرتك بتشوف انه بعد الحصول على الكثير من الحقوق وبعد الاشراك للعنصر الشبابي سواء في القياده او في السياسه او في يعني كل مؤسسات الدوله بدرجه كبيره وتحمل المسؤوليه، هل كان له دور في نسبة مشاركة الشباب في الاستحقاق الديمقراطي؟ بتشوف له علاقة على مدار السنوات القليلة الماضية ولا ما بيكونش له علاقة وبيكون المسألة فقط نابعة من أمور أو محاور أخرى وأسباب أخرى لدى الأطراف المشاركة؟ طيب هأحيل حضرتك إلى ما بعد ثورة 30 يونيو وأقول لحضرتك إن كان هناك حالة من التخوفات الشديدة من قطاعات الشباب على اتجاهات ويعني تطورات الدولة المصرية ومؤسساتها تجاه قطاعات الشباب. ويمكن كان على مر فترات طويلة جدا تمتد العقود كان في دعوات من الشباب بضرورة ان هم يعني يتم تمكين الشباب المؤهل، يتم تدريب الشباب، يتم الاستعانة بالشباب في دوائر صنع القرار. بعد ثورة 30 يونيو يعني القيادة المصرية طبعا اعلنت عن يعني بدايات الاستعانة بالشباب من خلال مؤتمرات الشباب. وتم تشكيل او تم تاسيس البرنامج الرئاسي لتاهيل وتدريب الشباب على القياده، ثم الاكاديميه الوطنيه لتاهيل وتدريب الشباب، ثم تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. فاحنا بنتكلم النهارده على يعني اراده سياسيه حقيقيه لتمكين الشباب من القياده بعد تاهيلهم وتدريبهم. وده بيديلك انطباع ليه الشباب نزلوا في هذه الاستحقاقات وليه احنا متوقعين ان قطاعات اكبر من الشباب هيتم يعني هتنزل في انتخابات النواب وانتخابات المحليات. موضوع الثقه، ثقة قطاعات الشباب النهارده في الدولة ان هي بتستعين بيهم، ان هي بتدربهم، النهارده بتتيح لهم برامج تدريبية في كل مكان. بنشوف النهارده واحنا بنفتخر في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وزملائنا في البرنامج الرئاسي، بنشوف نواب للمحافظين، تنسيقية الشباب فيها ست نواب للمحافظين. بجانب طبعا البرنامج الرئاسي. بنشوف النهارده معاونين الوزراء. بنشوف النهارده ممثلين لجيل الوسط وجيل الشباب في انتخابات مجلس الشيوخ، متوقع ان شاء الله ان احنا نشوف فيهم تمثيل اكبر في انتخابات مجلس النواب. ثم التمثيل الاكبر 25% في انتخابات المحليه. فهنا الشباب حسوا فعلا وبداوا يشوفوا خطوات بتديهم الثقه في ان الدوله المصريه بتستعين بيهم وده اللي بيخليهم ينزلوا بكثافه. نعم، بشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ عمرو درويش عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين.